السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تندوف لنقف على الأشغال تاع المركز الحدودي الذي يقع إذن بين الجزائر وموريتانيا، ونروح نشوف أين وصلت الأشغال والوضعية تاع المركز الحدودي هذا، وكذلك عندنا صور آخر صور تاع المركز هذا ونشوف الوضعية هنا. نلاحظ المركز الحدودي من الجهة الجزائرية، هذا هو هنايا، وكذلك من جهة موريتانيا، هذا هو المركز الحدودي تاع موريتانيا. إذا هو بالأصفر الخط نتاع الحدود ما بين الجزائر وموريتانيا، وللعلم أنه الحدود بين الجزائر وموريتانيا تبلغ حوالي 450 كيلومتر. وهنا نشوف الطريق، هذا الطريق هنا، هذا الممتد على طول الحدود ما بين الجزائر وموريتانيا، وكذلك يمتد إلى الحدود ما بين الجزائر ومالي على امتداد حوالي 1000 كيلومتر. هذا الطريق وهو طريق، نشوف العرض دياله، العرض تاعو حوالي 8 أمتار. إذا هذا هو الطول تاع الطريق اللي نشاهده هنا، وهذا على طول الحدود مع الجزائر، بين الجزائر وموريتانيا، وكذلك الجزائر ومالي، وينطلق من منطقة إذن مركز الحدودي هنا بين الجزائر وموريتانيا، وينطلق هنا عندنا الطريق، نشوف الطريق هذا اللي يمتد باتجاه تندوف هنا، يروح باتجاه تندوف. وهنا نشوف يعني الطول ما بين الجزائر وتندوف هو حوالي 60 كيلومتر، يعني مستقيم، لكن يكون يلحق بالك 60، يلحق بالك شي 70 أو 80 كيلومتر ما بين تندوف هنا والمركز الحدودي في المنطقة ألف هنا. إذا هذا هو الوضع نتاع الطريق بين تندوف والمركز الحدودي الجديد، اللي نشوف أن الأشغال انتهت كلها، وكذلك حتى المركز الحدودي اللي من جهة تاع موريتانيا كذلك الأشغال انتهت. ونلاحظ أن الطريق اللي يروح باتجاه الأول مدينة في باتجاه موريتانيا مازال الأشغال مازال ما بداتش هنا، ما فيش أشغال تاع الطريق، لكن الطريق من جهة الجزائر فهو منتهية الأشغال فيه. هذا هو الطريق اللي يروح باتجاه الحدود. إذن أترككم تتابعون آخر صور نتاع المركز الحدودي هذا، والسلام عليكم. Thank you.